الحمد لله الواحد لسه ما لعبش ماتش وواخد 2 دوري. في ناس كتير بتقعد سنين عشان تحقق رقم زي ده، دي ميزه النادي الاهلي زي ما بيقول لك، اللي بيعدي من جنب النادي الاهلي بياخد بطوله. والحمد لله انا بارك لعيبه رجاله، الجهاز على اعلى مستوى شغالين معانا، الحمد لله ما بخلناش باي حاجه، وان شاء الله نقعد الجمهور بافريقيا كمان ان شاء الله. حمزه تقول لكل اللعيبه؟ حمزه علاء اقول الف مبروك لكل اللعيبه والجمهور كله بصراحه، وعلى عم مكي طبعا الف مبروك يا عم مكي، وده شخصيا اول دوري ليا، وان شاء الله ما يكونش الاخير، ان شاء الله تبقى بدايه خير يا رب. عايزين برضو ما ننساش يا جماعه دور الصراحه العمال، او مش العمال، هم اهم من اللعيبه، موجودين في الفرقه، اهم من اللعيبه كمان، دول لهم النادي ما يكملش وما ياخدش البطولات دي. واحد زي عم حارس معاه 82 بطوله، 83 بطوله، عم مكي اكتر من 40 سنه في النادي، 20 سنه انت بتتكلم في تاريخ هنا برضو موجود، لازم نقدر الناس دي ونحترم الناس دي، زي ما في ناس بتضحي يا جماعه بالحاجات دي من غير عشان خاطر ما تاخدش فلوس، دول الناس دي بتضحي عشان خاطر النادي وما بتاخدش فلوس برضو، فلوس قليله بس بتضحي في النادي ده. معانا بقى عربي بدر نجم الدي جي هنا ولا ماسك الدي جي؟ عربي بقى قبل ما اروح لعربي، عم مكي بطولات كتير، عم طارق بطولات كتير، تقول